والنوق إذا صرمت لن تجد لها لبنا ولن تجد لها ولدا. وهنا أشدد وأقول وأعيد، أقسم بالله إلى ما يفعله هؤلاء الأشخاص تجاه المغرب هو جريمة، جريمة بكافة المقاييس والمعايير، جريمة اللي هاد الناس تيديروها ضد أنفسهم وكيديروها ضد الأمة المغربية وضد وطنهم. لأن إلا شتي نتا المغرب راه فلسطين والله لا استقبلك، وخا يدير الدولة ديال والله لا استقبلك، والله لا حاشاها ليك، والله لا دعمك. ها واحد نزيدك حاجة أخرى، جوج حنا دائما كنا نعتبر، حنا أهل المغرب كنا دائما نعتبر نشازا في العالم العربي والإسلامي، نظرا لأننا ما عمرني كنا كنشبهوا ليهم تاريخيا. في الوقت اللي كانوا بنو أمية، حنا بنو أمية جلسوا عندنا 60 عام، في حين أنهم عمروا 400 سنة. بنو العباس ما جاوش عندنا، كانت الدولة الإدريسية. الأغالبة في تونس ما وصلوش عندنا، في الوقت اللي كانت حدودنا معاهم هي التافنة، نار التافنة. منين جاو الفاطميين كانوا عندهم المرتزقة اللي هما أو الفاطميين كانت عندهم المرتزقة ديالهم اللي هما الحمديين. الهك فين عمرنا كنا كنشبهوا؟ راه هذا هو اللي ما يشكل عقدة لهادو اللي جاو على حدودنا. يعني بالتالي حنا دائما كنا مختلفين على حتى على مستوى التابعين والأولياء الصالحين، كنا مختلفين على الشرق. فكيجي واحد شنو كيقول لك؟ حقا راه حنا كندعموا القضية الفلسطينية. ما هضرتيش على القضية الفلسطينية، ما هضرتيش على القضية الوطنية، خرجت صدار على القضية الفلسطينية، ما هضرتيش على بلادك، الثلث ديال بلادك غادي يمشي، ولا حيت ضارب شويه ديال شي شويه ديال العاقه ديال هوك جي كدير عليا انا داك البساله ديالك. ها واحد ثاني حاجه، هو خارجين وكيتكلموا على اندري ازولاي، صافي تقبتوا الورقه، عرفنا مصدر ديال ديك الورقه اللي كتقرا ومنين جات، مصدرها المخابرات الهوكيه، باش نكونوا واضحين. لان اندري ازولاي، ما علاقه اندري ازولاي باسرائيل؟ هذا هو السؤال اللي كنطرحوا على الناس، ما علاقه اندري ازولاي باسرائيل؟ اندري ازولاي ما عنده حتى علاقه باسرائيل، ولد الصويره، عاش في الصويره، كبر في الصويره، ما عمره مشى لاسرائيل. وراه الناس اللي ساكنين في الصويره راه كيعرفوا اندري ازولاي تما، راه الا كنا حنا من واحد ديال الصويره راه كنعرفوا اندري ازولاي في الصويره. كيجي واحد من لهي ما كياخذش الاخبار من اهليها في المغرب، ما كيديرش الاستقصاء للمغرب الاقصى من داخل المغرب، كيمشي يدير الاستقصاء من المغرب الاقصى، من المغرب ديال الهوكيين، المغرب اللي كيضلوا فيه المظاهرات، والمغرب اللي فيه الانقلابات، وفيه على الصراع على السلطه، والشعب كيموت بالجوع، اللي كاين في وكاله الانباء الهوكيه. اما داك المغرب راه ماشي هو هذا المغرب اللي كنعيشوا فيه. يعني رفيق بلا ما تخليونا نخرجوا لشي امور اخرى. وحاجه اخرى، اقسم لكم بالله الا طحشوا في الدوله المغربيه الى ظريفه، وكون طحشوا في محمد الواصيف، اقسم بالله الا من ديك المظاهره مطار محمد الخامس قطاع غزه سير حراره، ديك الساعه تعلموا البساله، تعلم تبقى تهضر. وثاني حاجه هو اللي بغيت نشير ليها، هو الفصل الثاني من الدستور ينص على ان السياده للامه تمارسها بالاستفتاء، بشكل مباشر بالاستفتاء، من خلال الاستفتاء، وبشكل غير مباشر من خلال ممثليها. ما صوتش عليك وما اختاريتكش باش تهضر بسميتك، الامه المغربيه راه عارفه على من تتهضر، ومن النهار اللي كتبغي تهضر راه كتهضر، ما تجيش تهضر بسميتي، انا ما عطيتكش صوتي تتكلم بسميتي. هذه حاجه، يعني ملي تبغي تكلم حيد داك الشعب المغربي، حيدها، هضر كتب ويحمان، كتب فلان، ما تبقاش تهضر بسميتي، ما عطيتش صوتي تهضر بسميتي. انا تنقول المغرب اولا، انت الا عندك قضيه الصحراء الوطن او القضيه الوطنيه زيد نقص، انا راه بالنسبه ليا راه كما تيقولها الروس في نشيدهم الوطني سفيشينايا سترانا، راه حتى انا تنقول بانها وطني مقدس سالينا، لا استرزق اي قضيه خارج القضيه الوطنيه، لا تهمني. شكون واضحين.